السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي يدير معكم فرض ديال اللغة العربية المستوى الخامس ابتدائي، وبالضبط غادي ندير معكم فقط الشكل وفهم المقروء، يعني ما غاديش ندير معكم الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء والتعبير الكتابي، غادي نديروهم إن شاء الله في فيديو آخر. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصل لكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. وبالنسبة للبي دي إف غادي تلقاو اللين ديالو في صندوق الوصف. إذا مرحبا بكم ونبداو على بركة الله. إذا الشكل 10 ديال النقاط، وبالنسبة لفهم المقروء كذلك 10 ديال النقاط. السؤال هو أشكل الفقرة الأولى من النص. إذا الفقرة الأولى عندنا هنا النص هو هذايا، الفقرة الأولى هي هذه. إذا غنحاول نقرأ لكم بعد النص كامل قبل ما نبداو نشكله. إذا يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جالية للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. وإذا كانت أهم أسباب اغتراب المهاجرين المغاربة ذات طبيعة اقتصادية، فقد نجح هؤلاء من أن يتحولوا من عبء اقتصادي في بلدهم الأصلي إلى أحد أهم موارد اقتصاده من العملات الأجنبية، حيث أصبحت تحويلات المغتربين من أهم موارد دخل الدولة. لكن تحويلات المهاجرين المغاربة وعائدات السياحة هذه السنة، إذا نتكلم عن سنة الجائحة، هذه السنة تأثرت كثيرا بفعل جائحة كورونا بعد إغلاق المغرب لحدوده وانكماش الاقتصاد العالمي وفقدان عدد كبير من العمال لوظائفهم وعدم توافد السياح الأجانب للمغرب، مما شكل صدمة قوية للاقتصاد الوطني. نحاول نشكلوا الفقرة الأولى، دائما الشكل كيكون بالإعراب ما تنساوش. إذا هنايا غادي نبداو يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جاليات للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. لنعود نقرأ هذا الشكل. يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جالية للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. لان غنحاول ندوز الآن إلى فهم المقروء. تبع معايا فهم المقروء، يعني غادي نقراو النص وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديالو. اذا فهم المقروء كذلك 10 ديال النقط. السؤال الاول، اضع عنوانا مناسبا للنص ولها نقطه. لان غنحاولوا نوضعوا واحد العنوان مناسب لهذا النص، عنوان مناسب اللي غادي يجي مع هذا النص. عندنا بزاف ديال الاقتراحات، ممكن نديروا المهاجرون المغاربة مثلا، ممكن نديروا أيضا مغاربة العالم اللي هو اسم الوحدة، ثم مثلا ممكن نديروا الهجرة، وممكن نديروا مثلا المغاربة، ممكن نديروا المغاربة المقيمين بالخارج. إذا كلها اقتراحات صحيحة. إذا فقط العنوان
الشرط اللي يكون فيه هو أنه يكون عنوان له علاقة بمضمون النص، مفهوم؟ إذا المهاجرون المغاربة، مغاربة العالم، الهجرة والمغاربة. السؤال الثاني، كم يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا بالنسبة للمغاربة المغتربين؟ إذا كم يمثل؟ إذا غنرجعوا للنص. إذا السؤال المطلوب فيه نعرفوا شحال، كم يعني العدد، كم يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا؟ نرجعوا للنص، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة، إذا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم. نحاول نكتبها، إذا يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا يمثل ثلثي المغاربة المغتربين، ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، صافي؟ إذا يمثل الثلثين. السؤال الثالث، دائما فهم المقروء، ما هو سبب اغتراب المهاجرين المغاربة؟ شنو هو السبب اللي كيخلي المهاجرين المغاربه يغتربوا؟ شنو السبب؟ طبيعة الحال السبب هو سبب اقتصادي محض، يعني سبب اقتصادي، مفهوم؟ بناء. واذا كانت اهم اسباب اغتراب المهاجرين المغاربه ذات طبيعه اقتصاديه، اذا السبب اللي كيخلي المغاربه يهاجروا هو سبب اقتصادي. نعم، اذا سبب اغتراب، دائما خصكم تفورميليو الجواب، يعني خصكم تكتبوا التعبير، يعني التعبير عن الجواب، ماشي تجاوبوا نيشان. بسبب او سبب اغتراب المهاجرين المغاربة هو سبب ذو طبيعة اقتصادية، ذو طبيعة اقتصادية. إذن سبب اغتراب المهاجرين المغاربة هو سبب ذو طبيعة اقتصادية، يعني بسبب المشاكل الاقتصادية، مفهوم؟ نعم. سؤال الموالي، انتبهوا معي دائما، أحيط المرادف الصحيح لكل كلمة. إذن عندي هنا الكلمة، عندنا عبء هنا وعندنا انكماش، غادي نحاولوا ندوروا على كلمة من بين هاد الكلمات هادو، يعني المرادف الصحيح طبيعة الحال حسب النص. إذا غنتساراو على عبء في النص ونتساراو على انكماش في النص. إذا أين توجد عبء؟ إذا يتحول من عبء، إذا عبء هي هذه، وانكماش فينا هو؟ إذا وانكماش الاقتصاد العالمي. إذا عبء المرادف ديالها بسيط جدا، هو غادي نحددوه هنايا. إذا عبء هو الثقل، إذا نقول عبء ثقل أو صعوبة، نقول صعوبة بالأحرى، إذا صعوبة ماشي ثقل، مفهوم؟ إذا هي صعوبة، إذا عبء. إذا رجعنا للنص غنلقاو فقد نجح هؤلاء من أن يتحولوا من عبء اقتصادي، مفهوم؟ من عبء اقتصادي في بلدهم، إذا العبء هو الصعوبة. نعم، ندوزو للانكماش، ما معنى انكماش؟ إذا وانكماش الاقتصاد العالمي، انكماش الاقتصاد يعني تقلص الاقتصاد، تقلص الاقتصاد. إذا المرادف ديال العبء هو الصعوبة، والمرادف ديال الانكماش هو التقلص. السؤال الخامس، مشيو للسؤال الخامس، آتي بأضداد الكلمات التالية. إذا الأضداد نجح كثيرا، إذا من راسي ماشي من النص غادي نجيب الضد، نجح الضد ديالها هو رسب أو كرر، كنقولوا تلميذ راسب يعني مكرر، الضد ديالو هو تلميذ ناجح، كثيرا الضد ديالها قليلا، واضحة جدا. نعم، وندوزو للسؤال السادس والأخير، فهم المقروء، وهو آتي بكلمات أو بخريطة الكلمة. خريطة الكلمة، الكلمة هي المهاجر، سنعرف النوع ديالها، المرادف ديالها، الضد ديالها، وتركيبها في جملة. نبداو بالنوع، النوع إذا المهاجر هو اسم طبيعة الحال. نعم، والمرادف مرادف المهاجر هو المغادر، مغادر لبلاده. نعم، ثم الضد يعني ضد المهاجر هو المقيم، المهاجر من المغرب ضده المقيم في المغرب، أو المستقر، ماشي المستقل، المستقر، مفهوم؟ المستقر. نعم، تركيبها في جملة، مثلا ممكن نقول المهاجر يعود إلى بلده، المهاجر يعود إلى بلده، هذه جملة درت فيها هذه الكلمة هذه ديال المهاجر،
وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الشكل وفهم المقروء من اللغة العربية المستوى الخامس ابتدائي في المرحلة الأولى الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022-2023. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.